معانا على التليفون دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئه الثروه السمكيه. دكتور مساء الخير، وكلمنا عن الياتكم لتنفيذ التكليفات الرئاسيه لتنميه الثروه السمكيه وتطوير البحيرات. مساء النور يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب بقى والاسره والجميع الساده المشاهدين بخير. في الحقيقه طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه خلال زيارته للصعيد وخصوصا بحيره السد العالي، اوصى سيادته ان يتم دعم كبير لجميع البحيرات المصريه وإعادتها لما كانت عليه من قبل. في عملية تطوير كبيرة جدا جدا شغالة في بحيرة البردويل وبحيرة المنزلة وبحيرة البرولس وبحيرة مريوط وبحيرة إتكو لرفع الكفاءة هذه البحيرات وإزالة التعديات اللي موجودة عليها على مدار السنتين اللي فاتت. الشغل شغال مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكذلك إزالة الإطماءات وإزالة الحشائش اللي موجودة و وجود او فتح عده مصادر للمياه الخاصه بهذه البحيرات، وده ظهر من خلال التنوع البيولوجي اللي موجود في البحيرات المصريه. والحمد لله الانتاج بتاع هذه البحيرات في الفتره في هذا العام اصبح واضح نتيجه للتطوير اللي تم خلال السنوات السابقه. بالاضافه طبعا توجيهات السيد رئيس الجمهوريه ايضا خلال اللقاء بانشاء العديد من المفرخات وخصوصا المفرخات البحريه، لان احنا عندنا مفرخات ميه عذبه، عندنا عدة مفرخات موجودة في أسوان مثلا، عندنا مفرخ جرف حسين ومفرخ صحاري ومفرخ أبو سنبل، وعندنا خمس مفرخات في الوجه الإبلي، تبان سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي. احنا بنعمل ضخ السنة دي لبحيرة السد العالي ب 25 مليون بالإصبعيات البلطي عشان تنمية البحيرة السد العالي. والبحيرات في الصعيد على عموما السنة اللي فاتت دي أنتجت حوالي 46 مليون ذريعة، البعض منها بيستخدم المصطلحات المائيه والبعض الاخر بيستخدم في المزارع الاهليه والحكوميه اللي موجوده في الصعيد. طبعا ده واضح جدا من انتاج الاسماك في بحيره السد العالي اللي وصل السنه دي 25.7 ألف طن من الاسماك الميه العذبه. كذلك النيل في منطقه الوجه الابلي السنه دي طلع 27 ألف طن، وده يعتبر بيمثل حوالي 37% من اجمالي الانتاج بتاع النيل. طبعا المسطحات المصريه في مصر عموما سواء البحر الاحمر البحر المتوسط او البحيرات المصريه بتنتج حوالي 20% من اجمالي الانتاج السمكي حوالي 400 ألف طن، و 80% من المزارع السمكيه حوالي 1.6 مليون طن، يعني احنا انتاجنا السنه دي بيزيد على 2 مليون طن. ازاي ممكن نستفيد يا دكتور من الاصول التابعه للهيئه خاصه المزارع السمكيه غير المستغله لتحقيق الهدف الاشمل هو تنميه الثروه السمكيه؟ في الحقيقه عندنا خمس مزارع سمكيه خاصين بهيئه الثروه السمكيه بنستخدمهم كموديل، موديل للانتاج وللتطوير واستحداث او تجربه ادخال التكنولوجيا الجديده في عمليه الصناعة السمك. بالاضافه الفتره الاخيره برضه ابتدينا نتجه للقطاع الخاص من خلال المشاركه او عمليات استثماريه مع القطاع الخاص لتعظيم الانتاج. طبعا احنا عندنا عده، حضرتك طبعا عارفه ان احنا عندنا يعني حرص شديد على استخدام المياه وترشيدها في المزارع السمكيه، فعاملين اكثر من برنامج لتدوير المياه واستخدام تكنولوجيا التدوير المياه باستخدام نظام اسمه الاي بي ار اس، بحيث ان المياه اللي تستخدم مثلا في فدان من المياه من المزارع السمكيه تفضل هي المياه دي اللي موجوده خلال فتره الزراع على مدار الستة او الثمان شهور، كان قبل كده لازم تتغير نسبه 5 لـ 10% يوميا. فاحنا بنحافظ على استهلاك المياه من خلال التكنولوجيا الجديده، بنحافظ على مساحه الارض، كنا بنعمل استزراع غير مكثف، دلوقتي توجهنا للزراع شبه المكثف، والمكثف يعني بدل ما بنزرع سمكتين او ثلاثه في المتر المكعب بدأنا نزرع 15 و10 و8 اسماك في المتر المكعب. بعد الفدان ما كان بيجيب طن او 2 طن من الاسماك اصبح دلوقتي بيجيب 8 طن و10 طن و15 طن. كذلك اتجهنا في التكنولوجيا الجديده لاستخدام المزارع السمكيه او انشاء المزارع السمكيه في المناطق الصحراويه، وابتدينا نعمل زراعه تكاملي بدل ما نستخدم الميه لزراع سمكي فقط، ابتدينا نستخدم الميه لزراع السمكي ثم الزراع النباتي ثم الانتاج الحيواني والانتاج الداجيني. ابتدينا نستخدم المزارع على المياه الجوفيه في الاماكن الصحراويه من خلال المياه الجوفيه، يعني عديد من التكنولوجيا والخبرات الكبيره ابتدت تستحدث في الانتاج السمكي والمزارع السمكيه لتعظيم الانتاج. يعني ايه التوجيه بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراويه؟ طبعا حضرتك عارفه احنا عندنا معظم المزارع القائمه كانت في منطقه وسط الدلتا حوالين النيل،
وطبعا حضرتك عارفه اهميه الاراضي الزراعيه واهميه المتر من الاراضي الزراعيه في عمليه الانتاج الزراعي. فابتدينا نتجه الى الاماكن الصحراويه. الاماكن الصحراويه طبعا من خلال حاجتين، يا اما استخدم مياه جوفيه في الاستزراع السمكي، يا اما استخدم استزراع تكاملي ان انا اخذ مصدر من مصادر المياه اللي موجوده في نطاق الارض او المزرعه، واستخدمها في الاستزراع النباتي والاستزراع الحيواني والانتاج الحيواني والاستزراع السمكي، يبقى بعظم الاستفاده من وحده الارض ومن وحده المياه. بالاضافه طبعا ابتدينا نتجه الى بعض الاماكن الصحراويه حوالين البحر الاحمر والبحر المتوسط لانشاء العديد من المزارع السمكيه الخاصه للزراع البحري، ويمكن المشاريع العملاقه اللي اوصى بها السادس الجمهوريه منذ توليه رئاسه الجمهوريه، المشروع القومي لهيئه قناه السويس ومشروع الفيروز اللي اتشرفنا بفتح السيد رئيس الجمهوريه له العام الماضي، حوالي 30,000 فدان على الصراع البحري، كل ده بيستخدم ميه بحريه، وبالتالي بنوفر المياه العذبه في الاغراض الاخرى المطلوبه بالنسبه للمصريين. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئه الثروه السمكيه، شكرا ليك يا فندم.